السلام عليكم، مساء الخير. اللي تابعني في الزراعة المنزلية الجزء الأول، هنا الجزء الثاني. الجزء من الزراعة المنزلية اللي قلت إنها تاخذ وقت طويل أو وقت متوسط تقريبا 45 يوم، أنا خليتها أكثر من 45 يوم، تقريبا شهرين. ما دامت في الثلاجة ما راح تتضرر. هذا شكل التفاح وهذا شكل المشمش، وطبعا البقية كلها طلعت نفس النتيجة. في البداية لازم نحطها في شيء زي كذا، يعني زي اللي وريتكم في الجزء الأول، بس نخرمها عشان تنزل الموية. أنا بالنسبة لي خلطت نوعين من التربة، التربة العادية الموجودة في الحدائق والتربة المحضرة السوداء. ممكن إنك تستخدمين التربة العادية، لكن تضيفين لها العناصر موجودة في المشاتل، تطلبين منهم يعطونك. حطيت في الأصيص تقريبا ربع من التربة، وببدأ الحين أزرع الخوخ. وابتديت هنا بالتفاح، لكن دايما كل شتلة خليها لحالها. بعد ما تكبر وتطلع أوراق ممكن تنقلينها وتحطينها إما في حوض الحديقة أو حوض خارجي كبير.